بينما تجتمع اللجنة العسكرية في مدينة سرت الليبية من أجل مناقشة الإجراءات التنفيذية لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم قبل أشهر، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن اللجنة ستناقش نشر مراقبين دوليين لوقف إطلاق النار في مناطق مختلفة من البلاد. تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم عمل أي من أفراد عائلته داخل البيت الأبيض، وقال بايدن إن إدارته ستشبه إلى حد كبير إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما من دون مشاركة أسرية بقدر ما كانت في البيت الأبيض للرئيس السابق دونالد ترامب.